رجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا عاملين لكم مفاجاه يمكن احنا قلناها على اللايف. انا معايا ضيف كريم عزيز عليا، هو الاستاذ احمد سيد احمد. ازيك يا ابو حميد؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ مهندس احمد الحمد منور لله، الدنيا كلها بوجودك يا فندم. انا كنت بقلب كده برضو على الجروب بتاع السوستاجيه، عارفين بقى السوستاجيه سند ده جروب طبعا معروف، كل الشباب عليه تقريبا، كل مصر عليه تقريبا حقيقي ما شاء الله. اه والله حاجه رهيبه يعني ما شاء الله. وبقلب كده لقيت حد كاتب بوست كده، كنت كاتب يا ابو حميد كاتب فكره حاجة بسيطه قوي تتعلق بتوفير الميه. طبعا احنا كلنا مدركين اهميه الميه والحاجات دي كلها. اصبر بس اصبر، احنا عارفين الكلام ده. انت كنت كاتب ايه؟ كنت كاتب يا جماعه انا عندي تمام يا ريس، كنت كاتب انا عندي فكره محتاج حد يساعدني، محتاج حد يساعدني فيها، تتعلق بتوفير الميه وخروج مصر من قائمة عجز المياه اللي احنا بنعاني منه في الوقت الحالي. ايوه ربنا يستر. شكرا لك. كلمناك صحيتها على طول تمام، وقلت لي بقى انت على الفكره، وانا عايزك بقى تقول للناس كده، معاك المايك ومعاك الكاميرا، وقول للناس الفكره بتاعتك عباره عن ايه. مبدئيا احييك واحيي الساده المشاهدين القناه. زي ما اكدت في الاول، احنا مدركين جدا اهميه المياه وحجم التحديات اللي احنا بنواجهها. الفكرة كانت تتعلق بشبكة مياه مزدوجة، ودي بتكون عبارة عن خطين مياه تغذية في كل منشأة. الخط الأول دوت بيخدم مياه الشرب ليصب في صالح الاستهلاك الفرد من مياه شرب وطعام، وده أنا أطلقت عليه الاستهلاك الحقيقي، وده بيمثل نسبة 25% من الاستهلاك في الوقت الحالي. الخط الثاني الاستهلاك في الوقت الحالي كام؟ الاستهلاك في اكتر من 200 لتر في اليوم. والمفروض يبقى كام؟ المفروض من 75 ل 120، ده عالميا. استهلاك الفرد كل يوم 75 لتر، من 75 ل 120، وده موجود في اغلبيه معظم الدول الاوروبيه. احنا بقى بنستهلك 200، اكتر من 200، اكتر من 200، عشان بنرش الشارع وبنغسل العربيه وغسيل وحاجات كتير قوي لاخره. فطبعا الخط الثاني وده متعلق بمياه الصرف المعاد تدويرها، وده بيصب في صالح الاستهلاك من غسيل واستحمام والاخره، وده اطلقت عليه الاستهلاك الوهمي، وده بيمثل 75% من الاستهلاك، وده تقريبا هو 75% من ال 200 لتر اللي احنا بنضيعهم. من ال 200 لتر بالظبط كده تمام. يعني احنا من ال 200 لتر اللي احنا بنضيعهم دول، في 150 لتر حمى وغسيل واستهلاك خاطئ مهدرين. مهدرين تماما. لا لا استنى بس، انت بتقول كلام يصعب على امثالي فهمه. اتفضل تاني كده. تاني كده نقول تاني بقى واحده واحده كده. اللي انا فهمته ان انت عاوز كل بيت يدخل له بدل مصدر تغذيه واحد هيكون اتنين مصدر تغذيه، يبقوا مصدرين. مظبوط. واحد منهم ندخله على المطبخ. مظبوط. يخش على الفلتر نشرب تمام منه، نغسل الاكل بتاعنا منه، نطبخ منه. مظبوط. والخط التاني يخش على الحمام مثلا. تمام. ده في حاله المسكن طبعا. غنيك طبعا عن المنشات سواء الصناعيه او المحلات او لاخره. طبعا في عمليات غسيل وهدر ميه كارثه. لكن النهارده لما يكون في خط تاني من مياه الصرف المعاد تدويرها. الكارثه دي عايزك يعني كارثه، المفروض كارثه كنت زعقت تبقى كارثه. لان الموضوع صعب لما الاقي الاقي مصر اولا بلدي ولاقيها بتعاني من حاجه زي كده، واحنا بكل بساطه بنرش الشارع بالميه. طبعا عمليه الترشيد الاستهلاك اللي قامت بيها الدوله ده حاجه كانت مبادره كويسه، وعمليه تغيير منظومه الري لتقليل فقد المياه برضو دي كانت حاجه كويسه. لكن انا النهارده بقول ترشيد استهلاك اجباري، او بمعنى صح تغيير منظومه الترشيد الاستهلاكي. النهارده انا ارش فكره بره الصندوق. تمام. انت كده 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 مش كده كده مش هترشد، وكده كده ثقافتك ان انت هترش في الشارع وان انت هتغسل العربيه، ده خلاص دي ثقافتنا. تمام. فهنوجد بقى البديل. مظبوط. البديل اللي هو الميه العذبه اللي بنشربها وناكل منها دي هتفضل زي ما هي. صحيح. دول اللي هم ال 75 لتر بتوعي ولا 50 لتر ولا ايا كان الرقم بالظبط. هو فعلي الشخص بيستهلك 3 لتر في اليوم شرب لشرب، وطهي الطعام بيحتاج من 25 ل 30 لتر. الموضوع احنا بنتكلم في حوالي 35 لتر تقريبا. لا هو الحمى 40 مثلا والاكل 15 والشرب 5 طبعا، يعني نقول بتاع 50 لتر 75 لتر ولا حاجه. بقيه ال 200 بقى دول انت هتفضل تستخدمهم. احنا خلاص مع انت حضرتك كده كده بتفتح الخرطوم وترش وتعمل كل الكلام ده، هنسيبك تستخدمهم بس من ميه معاد تدويرها. وللعلم بالشيء عشان ما حدش يفهم المعاد تدويرها دي حاجه، لا بالعكس، المياه المعاد تدويرها تكاد
تكون قريبه من المياه اللي احنا بنشرب منها. اه يعني فرقها كده حاجات بسيطه. طبعا انا عندي اوريدي المصدر بتاع المياه المعتدله، وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن يعني كان افتتح اكبر محطه تحليه تكاد تكون على مستوى الشرق الاوسط. هي دي اللي هناخد منها المصدر الثاني، والخطين هيمشوا مع مرافق المياه موازيين لبعض. بس انا احس كده كمهندس بيقول لي ان الموضوع ده في المدن الموجوده صعب تنفيذه. يعني انا اعمله في بنها مثلا، اللي انا من بنها، يعني اعمله في بنها وفي بيتنا ازاي؟ يعني بيتهيألي ان احنا عايزين نوجه فكر المسؤولين ان الفكره دي تبقى للمدن الجديده. يا سياده المسؤولين، المدن الجديده زي ما انا قلت في حلقه من الحلقات كده بتاعه الطوب، ان احنا ممكن نوفر من بند الطوب في العاصمه الاداريه بس بتاع 5 مليار جنيه. وارجع اقول الكلام ده تاني، فاعمله تاني وهنزله وهعمله لكم بقى برضو لايف وهعملكم كده. احنا النهارده بقى مع ابو حميد. تمام. ابو حميد شاب مصري بسيط زينا خالص، من الناس المصريين العاديه خالص، اللي هو الراجل ولا مسؤول ولا اي حاجه، لكن همه بلده وهمه حضرتك وهمه انا وهمه كل الدنيا دي. المدن الجديده بدل ما ندخل مصدر مياه واحد بس في البيت، لا احنا ندخل مصدرين، واحد تاكل وتشرب والتاني تستحمى وتغسل هدومك وتعمل كل الكلام ده. مزبوط. دي فكرتك؟ تمام. ايه النتائج اللي خرجت بيها من المشروع دوت؟ قول بقى. خلق توازن بيئي في مصر وعلى مستوى العالم في تنفيذ هذا المشروع. الحاجه الثانيه خلق توازن ما بين التوازن البيئي. ما تعديش بقى توازن بيئي. يعني ايه توازن بيئي؟ ان انا النهارده الميه اللي انا بشربها وبتخرج برجع استخدمها تاني في المياه المعاد تدويرها بالنظام اللي انا شرحته. اصبح في توازن، انا ما عنديش عمليه هدر حاصله خارج. هي الميه في المحطات دي بتروح فين؟ المحطات التهليه بتروح فين؟ مبدئيا الميه بنستخدمها ازاي اصلا؟ سؤال بشكرك عليه مهندس احمد. المياه المعاد تدويرها هي بتخرج في حاجتين. الحاجه الاولى ما بين المحطة ديت بتعتمد على نفسها، عشان بس ما حدش يقول طب محطة التحلية ديت طب انت هتكلفنا كتير. لا بالعكس اطلاقا، هي المحطة ديت فيها توربينات بتولد طاقة لنفسها وكهرباء لنفسها وكل حاجة لنفسها. بالنسبة للمية اللي هي بيعاد تدويرها بتخرج في اتجاهين. الاتجاه الاولاني ان بعض المحطات بتروي بيها الاشجار، والجزء الثاني بيضخ في باطن الارض. ليه بيضخوا في باطن الارض؟ بيعملوا مياه جوفية ولا لا؟ انا عندي النهارده طب مياه فاضية ولا دي بتبقى مياه مش صالحة للشرب؟ فانا ايه اوديها فين وانا ما عنديش ثقافه استخدامها؟ انا هنا بقى عملت مشروع ان انا ازاي استخدمها. وطبعا كان اشار دوله رئيس الوزراء في ان احنا الحل الحالي ان احنا ازاي نستخدم مياه الصرف المعاد تدويرها. وانا النهارده بوجه رساله لدوله رئيس الوزراء وعلى والسيد رئيس الجمهوريه، انا النهارده بقول فكره ازاي فعلا نستخدم مياه الصرف المعاد تدويرها، ومفيش حل تاني غير اللي انا بقول عليه من وجهه نظري انا، لان ده زي ما اشرت حضرتك هي فكره خارج الصندوق، ودايما الافكار اللي هي خارج الصندوق بتكون حل نهائي ما فيهوش كلام. حلو كلام. الفائده الاخيره اللي انا خرجت بيها من نتائج هذا المشروع خروج مصر من قائمه خط الفقر المائي، وده كان اهم حاجه اخرج بيها من المشروع ده. طيب حلو قوي الكلام ده. بقول لك ايه؟ اتفضل. أقول لهم هم أحسن، إيه رأيك؟ أنا طبعًا بوجه للسادة المسؤولين، أي حد مسؤول عن هذا الأمر لو سمحتوا، إحنا طرحنا فكرة شاب مصري، فكرة بسيطة خالص ومبسطة خالص وسهلة خالص. بدل ما ندخل مصدر مياه واحد هيبقوا مصدرين للمياه، واحد تاكل وتشرب منه وواحد تستحمى منه وتعمل استخداماتك. عندك ورشة مغسلة عربيات هيجي لك المصدر اللي هو التاني، عندك مزرعة، عندك وهكذا. وده انا شايف انه يليق جدا من وجهه نظري انا كمهندس وبتاع تنفيذ طول عمري. انا بقول وجهه نظري انا نلحق المدن الجديده، اسماعيليه الجديده والعلمين الجديده والعاصمه الاداريه الجديده واسيوط الجديده، في بتاع 17 مدينه جداد نلحق نعمل فيهم الفكره ديت. من وجهه نظري انها فكره كويسه جدا وجيده جدا. اليه تنفيذها في المدن الحاليه انا بصراحه مش عارف يعني مش عارف ممكن اعملها ازاي. بس هو بقى الاهم بقى، تعالوا نسال احمد ونقول له ابو حميد لو في حد استجاب للي احنا بنعمله ده، انت جاهز من امتى ان انت تاخد الخطوه وتقول يلا ننفذ الفكره؟ جاهز بنسبه كام الاول وجاهز؟ انا جاهز من امبارح. حلو قوي زي الفل. امبارح كان جمعه جاهز. وعايز ابشر الساده المشاهدين بالنسبه للمواطنين اللي بيعانوا من فواتير المياه والى اخره، لعلمكم خطين المياه دول هيكون كل خط
له عداد بتاعه، بل بالعكس انت النهارده هتدفع فاتوره ميه اقل بكتير من الميه اللي انت بتستهلكها. هي طبعا دي وجهه نظرك انت، شايف ان نعمل عدادين واحد منهم بسعر عالي وواحد منهم بسعر قليل شويه. اصبح النهارده بدل ما ادفع 100 جنيه لا انا النهارده بدفع 3 جنيه التلت يعني، او انت كده وفرت مبلغ كبير. فانا واثق ان هم هيبقوا مبسوطين دلوقتي لان حجم يعني انت جاهز وتوفير للدوله، لان كل جنيه بيستثمر في الميه والمسؤولين عارفين الكلام ده كويس بيعود علينا ب 10 جنيه. حلوة. جنيه بيعود ب 10 ليه؟ لأ هيكون في استثمار. النهارده المواطن بياكل بيشرب اصبح بيشتغل اصبح في استثمار، يبقى انا الجنيه اللي انا صرفته عاد عليا ب 10. طيب اسمح لي بقى ان انا اقول للناس، اسمح لي اقول للناس تواصلوا معانا، اللي عاوز الفكره بتاعت احمد يتواصل معانا، ارقامنا موجوده عندكم وانتوا تعرفونا كويس، وانا لو احمد هيسمح لي انا هتبنى الفكره دي في البرنامج، وهتبناها ضمن حملة الثوار لتجميل الديار، وبقت الديار المرة دي بقت بلدنا، وبقينا بنوفر مية لبلدنا، وبقينا بنحاول ان احنا نعمل ده لبلدنا. ايه رأيك ابو حميد؟ يشرفني يا فندم. احنا كلنا لازم نتكاتف مع بعض، لازم نتكاتف. في اي مشكلة ما بغض النظر دايما نركن ميولنا وخلافاتنا وانتماءاتنا لاجل ما نقف ونتكاتف مع بعض عشان الدولة دي تطلع بينا هتطلع بينا ان شاء الله، وهي طالعة ورايحه في سكه حلوه باذن الله، وما يهمناش لا سد النهضه ولا خيره المشروع دوت ان شاء الله الموضوع خلص. والله طول ما الشباب بتاعنا حماسه حلو كده احنا ما بيهمناش حاجه، احنا ما بنخافش اصلا، سيبوه على الله. ما تنسوش التشطيب يعني اختيار، ما تنسوش الحكايه ديت، تواصلوا معانا. الفكره بتاعت احمد احنا متبنيينها، اللي عايز يتواصل مع احمد يتواصل معانا، ارقامنا حضراتكم عارفينها، و السلام عليكم.